مرحبا مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروتيتيا على الفيسبوك. نحن معكم مباشرة من مدينة صيدا، حيث نتابع يعني جولة لوزارة الاقتصاد على السوبر ماركت. طبعا هذه الجولة التي استهلتها المصلحة في المدينة صباح اليوم، وجعلت على عدد من السوبر ماركت. وهنا في هذه كما نشاهد يعني بعد ضغط العديد من المخالفات، أخذ قرار من بناء على إشارة القاضي رهيف رمضان بإقفال هذه السوبر ماركت بالشمع الأحمر. طبعا يعني بحسب المعلومات هناك العديد من المخالفات التي استدعت إلى إقفال هذه السوبر ماركت وتوقيف المدير المسؤول هنا. فإذن هنا نشاهد مكتب أمن الدولة ومدير الاقتصاد ميساء حضرج يقومون بالتأكد وسيقومون بتشميع السوبر ماركت. طبعا يتم بهذه الأثناء كما ذكرنا برفقة أمن الدولة التأكد من مداخل ومخارج السوبر ماركت. يعني بناء على حسن كما لا حسن طبعا هذا هو المركب اللي واقف من جوا كما شاهد هذا مدخل وين رايح؟ مدخل هذا وين؟ هذا المبنى كله في موظفين يعني؟ هذا مدخل الفرع هون؟ فإذن استاذ ميساء يعطيك العافية، بس هيك يعطيكم العافية. اليوم خبرونا اليوم عن الجولة اللي انتم فيها، وشو أبرز المخالفات يلي اليوم يلي لقيتوها اليوم بجولتنا؟ كانت بشكل مباشر على الأسعار، كنا عم نشوف مدى الالتزام بقرار التسعير بالدولار. لتبين معنا عدة مخالفات اللي هي أنه صار في تقلب للسعر بالليرة اللبنانية من شهر شباط لليوم، زادوا الأسعار، رفعوا الأسعار بالليرة اللبنانية قبل ما يحولوا الأسعار على الدولار. من لما نزل سعر صرف الدولار من 92,000 ل 80,000 ما شهدت الاسعار انخفاض. الشغله الثانيه اللي ضبطناها هي بيع لحوم مبرده من دون الاعلان عنها، وشغله ثالثه هي عشوائيه بوضع تواريخ الصلاحيه على براد الالبان والاجبان والمرتديلا ومشتقات اللحمه. وبالتالي نحن وجهاز امن الدوله خبرنا الرئيس رهيف رمضان واخذنا اشاره بتسكيره و توقف المدير المسؤول حتى نكفي بالتحقيقات معه. طيب اليوم المواطن كيف بيقدر يكتشف الشيء اللي عم بيصير معه؟ اكيد نحن لما بدنا نجي كمان على محل بيكون من خلال شكاوى المواطنين. في كثير مواطنين قدموا شكاوى انه ما لمسوا تغيير بالاسعار، حتى قالوا لنا انه السعر بالدولار كان عم يزيد بين يوم ويوم، وهيدا الشيء هو منه مبرر يعني بهيدا الوقت. اكيد نحن كله من خلال التدقيق بالفواتير بين معنا انه يعني زياده بالاسعار اجمالا
يعني القليل بتقوموا فيه انتم بتقوموا تقارنت الفواتير بين نحن قارنا الفواتير الكلفه يعني الفواتير الشراء يلي هن لهم ورجعنا بالسيستم من اسبوعين لهلا على الاسعار كيف كانت لقدرنا نعرف انه هن ما نزلوا الاسعار بل عملوا لرفع الاسعار بالليره اللبنانيه ورفع الاسعار بالدولار. يعني اذا كنا كان الدولار وقتها 90,000 كان سعر الشيء على اللبناني وهلا دولار 80,000 صار سعر اعلى بالضبط بالارقام تبين معنا انه هي اعلى. نعم طيب وبالموضوع المكرومين شو بتفعل؟ هو مفروض انه يحط اعلان انه هيدا اللحمه اللي هي موجوده هي مبرده وليست لحم طازه. يعني هو مش هو معلقه بقلب البراد. هون المستهلك ما بيعرف هو شو عم يشتري، عم يشتري لحم طازه ولا عم يشتري لحم مبرد كرمال هيك. التواريخ بالبراد يعني بتلاقي عندك بالبراد أجبان، بتلاقي عندك مرتديلا بيخلص تاريخها بخمسة ثلاثة وبواحد ثلاثة ومحطوط بين التواريخ بشكل عشوائي. يعني حتى في قصص هي موضة بمسكرة وعليها ليبل محطوط عليها تواريخ بشكل خطأ. هون بده يصير في يعني إعادة ترتيب للبراد ويعرفوا كيف يحطوا شلف لايف للأجبان والمرتديلا لما هني يفتحوها ويصيروا يقطعوا منها للمستهلك. تمام. شو في شيء رسالة اليوم بنحب نوجهها شيء للمواطنين ولا اصحاب السوق والمحلات؟ اكيد نحن المواطنين بنحب نقول لهم انه نحن دائما موجودين معكم وحدكم ونحن بهمنا ترجع الثقه لكم بالدوله. بوابنا مفتوحه لكم لتوصلوا لنا لاي شكوى، اي حدا منكم بيتعرض لاي حاله غش نحن موجودين لحتى نحقق فيها. ومثل ما شفتوا اليوم دغري توجهنا على السوبر ماركت واخذنا الاجراءات بحقها. ولا اصحاب السوبر ماركت بنقول لهم التزموا بالقوانين لانه هلا الاجراءات عم تكون كثير قاسيه، ما عم نكتفي بمحضر ضبط، بالتعاون مع الاجهزه الامنيه ومع القضاء عم نوصل للتشميع وللتوقيف. اليوم قرار الدولار كان واضح انه حتى نقدر خلص يصير في آلية واضحة للتسعير وبطل في لعب. كان هذا المخطط اليوم انتم يعني عم تعملوا هذه الزيارات بعد ما صار في تسعير بالدولار؟ اكيد، لانه التسعير بالدولار هو في شفافيه بيصير بين المستهلك، بيصير هو قادر يعرف هيدي السلعه قديش هي سعرها بالدولار، هو يتحكم بحقها بالليره اللبنانيه مع صعود سعر صرف الدولار ومع انخفاض سعر صرف الدولار. وكمان لازم يكون تقريبا سعر موحد بين كل السوبر ماركت، يعني ما لازم نلاقي هالقد في هوامش فرق بين محل ومحل. لما بيصير في فرق معناتها بيكون في تلاعب بالاسعار. فإذا مشاهدينا الكرام عفوا مثل ما شفنا هذه السوبر ماركت يعني ختم هذا المتجر بالشمع الأحمر بناء لإشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب رهيف رمضان، وذلك بموجب المحضر رقم 601 على 2 تاريخ 6/3/2023. فإذا مشاهدينا الكرام مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على الفيسبوك، هون كنا معكم مباشرة من هنا من صيدا مثل ما اتبعنا أمن الدولي برفقة مصلحة الاقتصاد مصلحة حماية المستهلك قاموا بتشميع هذه السوبر ماركت بناء على إشارة القضاء. كنا معكم بهذا البث المباشر، كان معكم محمد زنتي يوسف وصوت بيروت انترناشونال.